Bonjour Tessia, معكم مدام مها. Je suis à la page 84, 85, 86. Phonétique, lecture et projet unité 4. أنا بالوحدة الرابعة بدننهية قبل التدريبات بصفحة 84 بناخد فونيتيك صوتيات بال 85 نقرأ قصة 86 مننام لا نعمل مشروع وبعدين بتناموا. طيب أنا هلأ عندي صوتيات كلياتنا فونيتيك وبنعرف إنه يعني صوتيات يعني كيف بلفظ وكيف بكتب هاللفظ كيف الأحرف اللي بتكتب اللفظ اللي أنا عم بقوله كلياتنا بنعرف هالحرف هذا هو أش وبنعرف إنه دايما ما بنقرأ عدت معنا كتير كلمات فيها أش وما قرينا ونحن عند كلمتنا لسه ما بنقرأ بس في هالأش هي اللي ما بتنقرأ إلى نوعين نوع اسمه أشميه ونوع اسمه أش أسبيغي بالكتابة ما في فرق نفس الأش ما بتلتفز بس شو اللي بتغير هلا منشوف بسميها واحدة أش صامتة ميه يعني ميه يعني أخرس صامت أش صامتة أش سائطة مساقطة سائطة يعني إلى صوت هلا هي ما لها صوت بس هيك اسمها صامتة وسائطة تنتين أش وضروري ننتبه لهالقاعدة ومشان الفحص لا جوز ما يجيني منهم بس لمتانتي باللغة ولحتى أعرف أقرأ ولأفهم وما رح أعرف الفرق بيناتهم إذا ما أخذت تمرين خلينا نشوف هالجملة هاي ما ميغ ترافاي أ لوبيتال جملة تانية جي بيان ايمي لو ايرو de ce film. Ma mère travaille à l'hôpital. Ma mère travaille à l'hôpital. أمي تعمل في المستشفى. J'ai bien aimé le héros de ce film. أحببت كثيرا بطل هذا الفيلم. Par quoi commence les deux mots en rouge? بشو بأي حرف بديو الكلمتين بالأحمر؟ Hôpital, héros. H. الكلمتين بديانين بالأش. بعد الأش شو سمعنا؟ Hôpital, héros. هون عم بسمع O. هون عم بسمع A. Hôpital, héros. قريت شي الأش؟ لا. إذا شفنا ما هي موجودة. طيب شو الفرق بين الكلمتين؟ خلينا نطلع منيح ونشوف شو الفرق بين الكلمتين. طلعوا كيس كليا أفون؟ الأبوستروف. شو كان أصلها هاي؟ لو هون موجود اللو هاي لو وهاي لو هون ماي محذوفة وهون محذوفة هذا هو الفرق الأش ذاته والتنتين ما التفظوا بس الفرق وحدة فتحت الباب عملت ليزون لوبيتال شالت الأو هالأش شالت الأو وحطينا فاصلة خليناها تنقرأ لوبيتال فورا هاي الباب مفتوح هاي اسمها اش ميه
الصامتة، أما السائقة اللي لها صوت قالت له وقف عندك ما في مرور. لو ايغو، مالك علاقة فيني؟ هاي فاني يا حبابي، هاي لا هاي اش موي، فتحت الباب اسمها اش موي، اما الاش اسبيري سكرت الباب وتركت الاو على اللو. هوني اخذت الاو، هوني تركتها. هذا الفرق بين الاش موي اي اش اسبيري. خلينا نحطهم بالجمع. ليه؟ اوبيتال بالجمع بتصير اوبيتو. ليه؟ طبعا تنتيناتن الجمع هو ليه، اكيد الجمع تنيناتن هو ليه. جمعته هاي ايش قلنا؟ هاي ميه، ميه يعني فتح الباب، فتح الباب ليزو بيتو، عملت ليزو، هذا اسمه ليزو. والاس توقع بين حرفين صوتيين تنقرا ز، ليزو بيتو. هون هاي اللي كانت مسكرة الباب، خليك محلك، لي ايغو، لو ايغو، لي ايغو، ضلت مسكرة الباب. بالمفرد وبالجمع الاش اسبيغي بتضل مسكرة الباب، بالاشميه فاتحة الباب، كان بالسانجولية وان كانت بالبلوغية. لوبيتال ليزوبيتال، عملنا ليزو. هون لو ايغو مسكر الباب ما في دخلي، لي ايغو مسكر الباب ما في دخلي. عرفنا الفرق بين الاش اسبيغي والاش ميه، هذا هو الفرق. الاش اسبيري بتقول له وقف عندك، سكر الباب وخلي قل التعريف على حاله. ما في ليزون، ما في وصل، ما في اليزيون، لم نحذف ولم نوصل، احنا متقاطعين. الاش ميه بنحذف وبنوصل، احنا متصالحين. اذا هي متصالحه الاش ميه، وهي متزعله على طول زعلاني اش اسبيري. هلا رح نفرق بيناتهم. اكوت اي ريبيت، اسمع وكرر. لوتيل، لا اش، لو امستر، لو او، لوغلوج، لي روندل، لو ايرو، لو اريكو، لو ايبو. معانيون لوتيل الفندق، لا اش الفأس، لو امستر فارة الهامستر، فارة الأمريكية اللي بتكون بيضة بيعملوا عليها تجارب بيضة حلوة. لو العالي، لغلوج الساعة، ساعة جدارية، لغوندل السنونو، لو إيغو البطل، لو أغيكو الفاصولياء، لو إيبو الغراء البومة. وين الأش أسبيغي وين الأش ميه؟ واضح اللي فاتح الباب هاي ميه، واللي مسكر الباب هاي اسبيغي. ميه ميه ميه، بس ثلاثة، والباقي كله اسبيغي. شايفين ما اسهله؟ اكوت اكلاس لي مو سي دوسو دون لو تابلو، اسمع وصنف الكلمات اللي تحت في الجدول. اش اسبيغي سانز اليزيون، ما فيها حذف، ما فيها حذف، سان اليزيون ليزون وصل بالجمع، واليزيون بالمفرد. يعني لو ولا لما بحذف بسميها اليزيون، اما بالجمع بتصير ليزون باللفظ جمع لفظ الز. بدهم هون اش اسبيغي اللي ما فيها إليزيون، اللي ما فيها حذف، يعني اللي مسكر الباب. بدون أش أسبيغي هي لا أش، لو أمستر، لو أو، لو إيغو، لو أريكو، لو إيبو. لا أش مية اللي فاتح الباب واللي عملت حذف هي لوتيل، لغلوج، لغونديل. صعب شي؟ نو أبدا مو صعب. ولا لا أش، لو أمستر، لو أو، لو ايغو،
الأغيكو لو يبو، أما الأشموية اللي فاتحة الباب وأخذت الحرف لوتيل لغلوج لي غونديل. هلا بالدنيا اكوت بوي مي لي مو سويفون دون لو تابلو. بدون نسمع الكلمات هلا بالجمع نفس الشيء. هوني اليزيون حذفنا ما حذفنا، هون حذفنا، وهون ليزون بالجمع لي زوتيل لانون اللي هون بنقول ز لي زوتيل. وين الهورلوج؟ لي زورلوج لي غوندل لي زي غوندل. والبقايا كلهم بيضلوا لي اش لي امستر لي او لي ايرو لي اريكو لي يبو. فوالا، هاي مسكره الباب، هاي فاتحه الباب عملت ليزون. هاي مسكره الباب ما في لفظ لي اش لي امستر لي او لي ايرو لي اريكو لي يبو. هاي فاتحه الباب عملت ليزون لي زوتيل لي زورلوج لي زيرونديل. انا بحب الاشميه، الاش اسبيري ما بحبها، لذلك راح احفظ بس هدول وما راح يجيني بالفحص غيرهم. هاي نصيحه لكم. باسو على باج سويفونت. قوت على لكتور، خلينا نتهنى على القراءة. باش 85 عندي هون حكاية كمان ميل الحفظ للاطلاع فقط، للاطلاع فقط. ليغل لويتر إلى كورني، النسر والمحار والغراب. النسر والمحار والغراب، خلينا نسمعها. ان ايغل فولي مانجي اون ويتر mais il ne trouvait pas le moyen de l'ouvrir. Une corneille lui conseilla de s'envoler le plus haut possible et de laisser tomber l'huître pour la casser. L'aigle écouta son avis et lorsqu'il fut très haut dans le ciel, il lâcha sa proie qui sous le choc s'ouvrit. La corneille restait affable à terre. La corneille restait à terre, s'en saisit et s'en régala sous les yeux de l'aigle bien déconfit. Fable grecque Ésope. الكاتب كاتب حكاية اسمه إيزوب، كاتب يوناني قديم، حكاية يونانية. Fable grecque حكاية يونانية. إيزوب اسم الكاتب، أخذ منه من هالكاتب اليوناني القديم. في كاتب فرنسي اسمه لافونتين أخذ هالقصص كله ورجع عاد من أول وجديد. إذا خلينا نقرأ نشوف شو هي هالحكاية. أنا عملتها بطريقة حلوة لأنه هو شعر، شايفين مكتوب هو بنص السطر، هو شعر مثل النسر صاير. النسر أراد أنه يأكل محارة لكن ما شاف وسيلة يفتحها. الغراب نصحه أنه يطير عالي كتير قد ما بقدر ويتركها توقع للمحارة لحتى تنكسر. النسر سمع رأيه ولما صار عالي كتير في السماء ترك فريسته اللي من الصدمة انفتحت، والغراب بقيان كان على الأرض، استولى على المحارة وتمتع وأكل انبسط فيها تحت عينين النسر اللي كان مصدوم ومقهور. شايفين الواحد ما لازم يسمع ويصدق كل شيء بيسمعه. أنا عملتها بطريقة حلوة، خليني أراها مرة تانية بالفرنسي وبعدها بقلكم إياها بالعربي. Un aigle voulait manger une huître, mais il ne trouvait pas le moyen de l'ouvrir. Une corneille lui conseilla de s'envoler le plus haut possible et de laisser tomber l'huître pour la casser. L'aigle écouta son avis et lorsqu'il fut très haut dans le ciel, il lâcha sa proie qui sous le choc s'ouvrit
La corneille restait à terre, sans saisie et sans régala, sous les yeux de l'aigle bien déconfit. أراد النسر أكل محارة ولم يجد لفتحها وسيلة. نصحه غراب أن يطير بها ومن أعلى مكان يرميها حتى تنكسر المحارة. والنسر سمع النصيحة. عندما صار عاليا في السماء ترك فريسته ورماها في الهواء. من قوة الصدمة انكسرت وبعدها المحارة انفتحت. استولى علي الغراب مسرورة والنسر يرى بعينه مقهورة. هي أنا ألفت عملت على شكل شعر لحتى تفهموه مشان تحفظوها، بس أنا حبيت أعملها هيك على الوزن لحتى تصير ما بس هن بيعملوا شعر، نحن كمان نعمل شعر. هي ما للحفظ بس للإبتلاع. vocabulaire لحتى نفهم منيح. saisir يعني prendre par la main، أمسك بيده. se régaler يعني avoir plaisir à manger، تلزز تمتع استمتع. lâcher يعني تركه. laisser quelque chose tomber يعني لما بيرمي واحد مثل جوتي، بس ترك شغله يعني رخى شغله من ايده. qu'est-ce qu'on vient de lire؟ نحن شو سمعنا؟ une fable حكايه. qui sont les personnages؟ مين اللي حكى بهال مين اللي كانوا الشخصيات؟ اثنين بس، ليكل النسر و لا كورنيي الغراب. qui est l'auteur؟ ايزوب. هو الكاتب الجريك اليوناني. quelle est la morale à tirer؟ شو الحكمه اللي بناخذها؟ شو كانت الحكمه؟ il ne faut pas se laisser tromper par les autres. ما لازم نخلي الاخرين يخدعونا. لا تصدقوا كل شيء بينقال لكم، بجوز يكون الشخص عم يخدعكم حتى ما حدا يخدعنا. فوالا كيس كون فيان دو لير اون فابل. كي سون لي بيرسوناج؟ ليغل اي لا كورني. كي لوتور؟ ايزوب. كيلي لا مورال اتيري؟ شو هي الحكمه؟ il ne faut pas se laisser tromper par les autres. ما لازم نخلي الآخرين يخدعونا. مولى الحفظ كم مرة صار حكيت؟ هلا البروجي اون باس او بروجي. بروجي نحن عاملينه، وكان البروجي بآخر الدرس الثالث اليونيتي 3 كان فيغ اون بروموسيون بور بريزونتي دي زوفر ارتستيك. بدنا نعمل دعاية ترويجية لتقديم أعمال فنية. أنا قلت هداك الدرس بنهاية الوحدة الماضية، ومع ذلك رجعت كتبته هون تذكيرا فقط. هي كانت الدعاية. à l'occasion de la semaine culturelle, la direction de notre collège a le plaisir d'organiser des activités artistiques sous le slogan l'art pour grandir. découvrez le programme. يعني بمناسبة الأسبوع الثقافي يسر إدارة مدرستنا أن تنظم نشاطات فنية تحت شعار نكبر بالفن. l'art pour grandir. نكبر بالفن. والبرنامج هو notre ville en couleur le lundi 10-10-2020 de 10h à 13h. une exposition de tableaux peints par les élèves dans la salle des arts au centre culturel de la ville. أول نشاط هو يوم الاثنين 10/10/2020 من الساعة 10 للساعة 1 معرض لوحات التلاميذ في قاعة الفنون في المركز الثقافي في المدينة. 2 découvrir la musique. découvrir la musique. monsieur Salim, le professeur de musique, va donner un concert avec les élèves de sa classe le mercredi 12/10 de 10h à 13h dans la salle de musique dans notre collège. استاذ سليم استاذ الموسيقى راح يقدم حفلة موسيقية مع طلاب صفه يوم الأربعاء في 12 الشهر الشهر العاشر من الساعة 10 في 12 شهر العاشر من الساعة 10 للوحدة في قاعة الموسيقى في مدرستنا. le jeudi, le vendredi et le samedi, il y aura une pièce de théâtre et des ateliers artistiques. يوم الخميس والجمعة والسبت راح يكون في
مسرحيه ورش فنيه لو ديمانش ا 10 دو ماتان ان كور ميتراج سوربريز بريزونتي بريزونتي ان فان دو سمين بور فو توس ا لا سال دو سينما. يوم الاحد الساعه 10 الصبح فيلم قصير مفاجأة يقدم البريزونتي، يعني فيلم كور بريزونتي يقدم في نهاية الأسبوع لكم جميعا في قاعة السينما. خلصنا الوحدة وانتقلنا للتدريبات. كانت معكم مدام هبت لكم أغفوار على فوشين فوا. باي باي.